السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو درت لكم وضعية إدماجية لسنة الرابعة متوسط، طلبتوها مني بزاف. وهنا فقط هنا كتبت الوضعية على شكل إيميل، على شكل إيميل لأنه قادرين في الفرض يقول لكم الوضعية الإدماجية اكتبوها على شكل بريد رسالة، من رسالة إلكترونية عفوا أو إيميل. اذا هنا طريقه كتابه الايميل دوك نوريلكم واش ديروا فقط باش ما تخطئوش. اذا هنا كتابه ايميل حول زيارتي لثلاث ولايات جزائريه. انا ثلاث ولايات خيرتهم لكم على حسب الطلب، اكثر ايضا عفوا اللي هما تلمسان، قسنطينه والعاصمه. اذا هنا شوفوا كي نبداو نكتبوا ايميل، الفوق نكتبوا العناوين، عنوان المرسل اللي هو the sender، وعنوان المرسل اليه the receiver اللي يبعث واللي راح تروح له البريه، اللي راح يتلقى هذيك البريه. اذا from تكتب اسمك انت لانك انت اللي راح تبعث، from من to الى، من الى، من المرسل إلى المرسل إليه. from أحمد gmail.com to سليم gmail.com. هنا تكتبوا العنوان تاع المرسل والمرسل إليه. ومن بعد عندنا الموضوع subject، ما تكتبش the subject، هنا تكتب subject فقط. my trip to Algiers Constantine تلمسان، my trip to Algiers Constantine تلمسان. وإذا كان الموضوع مختلف تكتب subject اللي هو الموضوع اللي راح تكتب فيه هذيك الرسالة ولا هذاك البريد الإلكتروني. أوكي، إذا العنوان تاع المرسل والمرسل إليه وموضوع البريد ولا موضوع الرسالة. نبدأ الآن في هذا الفقرة، تبعوا معي، أو في هذا البريد الإلكتروني. Dear سليم، Dear سليم، هنا أحمد اللي راهو يهدر. Dear سليم، I want، عفوا هنا I want، اوكي اي وونت نوت اي وانت، لانه اي وانت ذهبت كتبتها بزاف في الفقره، اخطات هنا. اي وونت، اي وونت تو تيل يو اباوت ماي فانتاستيك تريب تو ماي 3 فيفرت بليسز ان الجزائر. اريد ان اخبرك حول رحلتي المذهله لثلاث اماكن مفضله عندي بالجزائر. First احنا استعملنا الكرونولوجيكال لينكس اللي راهم عندنا وسبق وقريناهم، تستعملوهم في الفقره كي تتحدثوا على رحله قمت بزياره مكان ثم انتقلت الى اخر، او قمت بنشاط ثم انتقلت الى نشاط اخر، نستعملوا هذا الروابط للربط. First I started my visits with my first place Algiers، بدات زياراتي بمكاني الاول اللي هو العاصمه. It is the capital of Algeria. Algiers هي عاصمة الجزائر. There، فاصلة فقط هنا ديروا فاصلة، أنا ما درتهاش. There I visited the garden of الحمة and the palace of الرئيس. Then I saw the martyrs monument. It's very big. After that I carried my trip by bus to visit Constantine. دوك هنا في العاصمة زار مقام الشهيد، وزار الغابة حديقة الحامة، وزار القلعة نتاع الرئيس. ومن بعد موراها after that I carried، carried هو the past simple of the verb to carry، معناتها تابعت. اوكي okay. I carried my trip by bus to visit Constantine. دوك حين نهضرو على قسنطينة. It is situated ولا it is located، معناتها الموقع نتاعها اين تقع. And in the eastern of Algeria، في الشرق الجزائري، هنا ما نقولوش في، كي نقولو في شرق الجزائر ولا في الشرق الجزائري نقولو in the east of Algeria ولا in the eastern. okay in the eastern of Algeria. It is known with one of the biggest bridges in the world. قسنطينة معروفة عندها جسر من أكبر الجسور في العالم، مصنف من أكبر الجسور في العالم. The Sidim Sid Bridge، هاو اسمه. Also known as the Suspended Bridge، جسر معلق. Suspended Bridge، نقطة، full stop. I saw the mosque of Amir Abd al-Qadir too. شفت جسر قسنطينة وشفت المسجد تاع الأمير عبد القادر أيضا.
It is a real masterpiece. It is a real masterpiece. هو تحفة فنية حقيقية. مسجد الأمير عبد القادر هو تحفة فنية حقيقية. Real masterpiece. And my last station, ومحطتي الأخيرة, was at تنمسان. كانت بتنمسان. It is located in the western of Algeria. تقع تنمسان في غرب الجزائر. It has a lot of touristic places to go and a lot of landmarks. فيها أماكن سياحية بزاف نروحوا لها وبزاف معالم أثرية أيضا موجودة في تنمسان. I went, ذهبت الآن, I went to visit the Great Mosque, المنصورة, and the Mosque of Sidi Boumedien. زرت ثلاثة أماكن. المسجد العظيم of تنمسان اللي يسبق وقرينا عليه فقرة, المنصورة, ومسجد سيدي بومدين. They were fascinating. They were fascinating. They were, هنا تعود على ثلاث مساجد. Fascinating, مدهشة. Okay. Fascinating. نقطة. It was an unforgettable trip I've ever had. كانت رحلة لا تنتسى, حظيت بها أبدا. Your friend أحمد في الأخير, ولا your faithful friend, ولا with my respect, ولكن هنا with my respect نكتبوها بزاف كي نديرو طلب عمل ولا طلب okay. أما هنا ما بيني وبين صديقي نقول your friend أحمد ولا with love أحمد okay. هذه هي الخاتمة, الخاتمة نتاع هذا الإيميل. في الأخير تكتبوا هذا التعليق بسيط في الأخير يكتب في الرسالة أو في البريد. إذا وصلنا لختام هذا الفيديو, نتمنى إن شاء الله يكون فاتكم واستفدتوا. تلقوا في فيديوهات قادمة إن شاء الله. أترككم في رعاية الله وحفظه. بقوا على خير.